بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ورشة جديدة لعمل خاتم بتصميم جديد. الخاتم ده التصميم بتاعه انا منفذاه من فترة طويلة. في صديقة طلبت مني ان انا انفذه تاني، انفذ عمل الخطوات بتاعته في فيديو. هحاول انفذه ان شاء الله النهاردة، بس باحجار مختلفة عن الاحجار دي. انتوا عارفين طبعا ان انفذ تاني نفس تصميم، يعني تصميم عملته قبل كده، بيبقى برضو في نسبة صعوبة شوية بالنسبة لأي مصمم او حد بيشتغل في شغل الواير. بس انا هحاول اشكله بنفس الشكل او قريب منه. المفروض ان انا بشتغل في الخاتم بالسلك الملي ونص. انا قطعت 30 سنتي من السلك الملي ونص، ومعايا 5 أحجار مدورة، لأن هنا الأحجار مختلفة، أنا عايزة أنفذه بالأحجار المدورة المرة دي. وكمان النص ملي اللي أنا هشبك بيه أو هربط بيه الأحجار بتاعتي. معايا العدة بتاعتي، القصافة، عمود الخواتم، الزراديات بتاعتي الأساسية اللي هي الفلات الناعمة اللي أنا بظبط بيها شغلي، الزرادية الخشنة عشان أمسك بيها الشغل وأظبطه بيها، والزرادية طبعا مدورة لا غنى عن ال4 زراديات معايا في كل تصميم. هسمي الله ونبتدي. اول خطوة عايزة اوريكم الخاتم من تحت قبل ما ابتدي انفذ. الخاتم عبارة عن اهو، يعني عايزاكم تبصوا عليه كويس، يا رب يكون واضح في الكاميرا. انا لفة اللفتين اللي احنا بنلفهم دايما من تحت على العمود بتاع الخواتم، اللي هم دول اللي بيتلبسوا على الصباع دول. من هنا ما ربطتش او ما عملتش السكويز اللي هي اللفة دي اللي هي من فوق، يعني انا سبتها مفتوحة واخدت. طبعا هيطلع لي طرفين، طرف يمين وطرف شمال، او واحد فوق او واحد تحت. الخطوة دي هعملها معاكم واقول لكم انا بقصد بيها ايه. دي اللي هعمل بيها التشكيل بتاعي اللي هو الشكل ده. هنبعد الاحجار دلوقتي ونعمل الخطوة الاولى. اول خطوة بلف، باخد المقاس بتاعي وبلف اللفتين اللي هما دول اللي بيتلبسوا في الصباع ده قصدي، على باللفتين الاولانيين. بعمل كده، باخد لفتين وبطلع هنا عشان اشكل التصميم بتاعي بالشكل ده كده. في العادي بنقفل او بنعملها زي كروس على بعض عشان ابتدي اشتغل في الخاتم بتاعي. هنا مش هعمل كده، هيبقى واحد كده وواحد كده، دول اللي هشتغل بيهم التصميم بتاعي. فنظبطهم، نخلي واحد كده يبقى شمال وجنوب بقى، مش يمين وشمال. بالمنظر ده هظبطهم كده. لو انا هعمله ليا هظبط مقاسي، ودايما اضيق المقاس شويه لان مع الشغل بيوسع، بشده بس شده خفيفه كده. بالمنظر ده وابتدي اعمل التصميم. التصميم عباره، بصوا معايا كده، زي هو تقريبا زي الزجزاج. يعني انا هاخد السلك ده الفه لفه كده. طبعا الكلام ده الايه محمود، بصي هلف لفه كده وارجع اقفله هنا. هنا بقى مش هقفل يعني الطرف بتاع السلك هسيبه مفتوح، مش هينفع ان انا اقفله القفلة الصغيرة بتاعتنا بتاعت السلك. هحاول اخليها فوق، هقصها واريحها على الطرف اللي هو التاني بتاع السلك، ودي التكة اللي هي في الخاتم. وبعدين هبتدي اعمل الطرف التاني بنفس الشكل، او اعمل له دايرة في الاخر عشان اركب له الحجر الخامس. فهنعمل كده، هنبتدي نشكل دي بإني باخد بالمنظر ده طرف من الأطراف بتاعتي. وهعمله كده، هلفه
لفوق وابتدي ارجع، يعني اخد مسافة وابتدي ارجع تاني. انا الحجر بتاعي متوسط تقريبا مقاس 6، مش هعمل المسافة او الدايرة بتاعتي كبيرة قوي، هعمل كده امسك كويس وهاجي من هنا اظبط وهرجع تاني بالشكل ده عشان اعمل الجزء بتاع الحجر التاني. يعني كل دايرة من دول هركب فيها حجر وهبتدي اظبط. انا شغالة بالزرادية الناعمة، ابتدي اشوف الحجم بتاع الخرزة بتاعتي هيبقى مناسب ولا لأ. هي مش تبقى على قدها بالظبط، ودايما برجع لعمود الخواتم بتاعي هو اللي بيظبط لي التصميم بتاعي. وبناء على الزبطة الأولى دي هعمل اللفة التانية اللي هي الناحية التانية، هبتدي أرجع بالشكل ده، أقفل شوية هنا وأرحلها شوية كده عشان تبقى مظبوطة على قد الصباع. وهاجي هقص من الجزء ده، يعني هعمل كده الأول هشوف أنا هقص فين كده، أظبط عشان هقص دلوقتي بشكل من هنا كده، هخلي القصافة بتاعتي تاخد القص يبقى كده عشان لما اجي اريح الطرف ده على السلك يبقى مرتاح ما يبقاش بالعرض. يعني خلي بالكم من التكة دي، يعني انا في اوقات بمسك القصافة بقص كده هتديني الخط بتاع القص بتاعي بالعرض، لكن لو مسكتها كده بالعكس هتديني بالطول. فهعمل كده عشان لما اجي اريحها ترتاح بشكل مظبوط على السلك بتاعي. طبعا احنا لسه برضو بنفنش وبنظبط بالشكل ده، اهي يا رب تكون باينه. وهبتدي اعمل الجزء التاني وبعدين اظبط الشغل بتاعي. باجي هنا برضو بعمل نفس الزجزاج اللي انا عملته هنا، بطلع مرة وبرجع مرة تانية على طرف السلك اللي انا اخدته، احاول اخليهم في مستوى واحد عشان يديني المستطيل اللي انا عايزاه، واحاول اخلي النسب بتاعتي المقاسات بتاعتي قصدي واحدة، هي بتبقى شبه بيضاوي شوية كل طرف منهم كده اهي اللي ما خدش باله من المرة الاولى. وهاجي هنا هعمل اللفة اللي هرجع بيها بالحجر عشان تديني نفس الشكل التاني كده، لو انا حابة هنا احط الحجر الخامس هاخد دي لفة، الطرف بتاع السلك هاخده لفة وابتدي احط فيه الحجر الخامس. مش حابة احط الحجر الخامس وخليهم بس مستطيل، بنهي هنا واعمل نفس اللي انا عملته في الطرف هنا، اقص بالشكل المستقيم ده بالشكل ده بحيث ان هي اما تيجي ترتاح مش هتبان، او مش هتطلع مع كمان الاستخدام بالسلك النص ملي وتركيب الاحجار مش هتفلت مني. هبتدي اعمل كده واشوف انا حابه التصميم بتاعي يبقى عامل ازاي. انا لسه بعمل الفريم، عايزاهم يبقوا يعني قد بعض على قد ما اقدر. لو كملنا
الدايرة الأخيرة عشان الحجر الأخير نحاول نعمل برضو نفس المقاس، الأحجار جنبي اهي، بحيث ان انا مركبه يبقى مناسب ما يبقاش كبير، يعني الدايرة نفسها تبقى قريبة من مقاس الحجر ما تبقاش كبيرة كده. بالشكل ده وابتدي اظبط الفريم بتاعي. التصميم ده من التصاميم اللي هي ما بتتقلدش بصراحة، يعني هو بيطلع هو مرة واحدة، يعني انا بحاول اعمله على قد ما اقدر، شايفين كده في هنا حتة بارزة، عايزة الزرادية اللي من غير بوص دي مدبب دي بتساعدني في ان انا اريح السلك من غير مجرحه. بعد كده هتيجي مرحلة تركيب الأحجار، هريح بس السلك بتاعي واظبط مقاسي وابتدي اثبت الأحجار بتاعتي بشكل بسيط. هشوف هنبتدي دلوقتي منين. باجي هنا احنا هنثبت بس الأحجار اللي معانا، على طرف من الأطراف بتاعة الخاتم، وابتدي اثبت تثبيت عادي، الف ثلاث لفات للسلك النص ملي بتاعي كده. واروح لأقرب حتة عشان اثبت اول حجر. لازم السلك بتاعنا يبقى جاي من فوق، لو انا عملت كده ولفيت كده عشان يبقى جاي من فوق عشان اركب الحجر بتاعي بشكل مظبوط. هلف لفة هنا لان انا هركب الحجر هنا في الدايرة دي، هاخد لفة وابتدي اركب الحجر بتاعي عادي خالص، اظبط السلك وبثبته في الطرف المقابل ليه بالشكل ده. عشان انقل على الحجر اللي بعده طبعا بركب الحجر وفي نفس الوقت بثبت الخاتم بتاعي، ودايما ايديا شغالة برضو بريح السلك بتاعي عشان يبقى شكله كويس ونتيجة شغلي كويسة. هثبت برضو هنا الحجر التاني، وانا شغالة الاطراف دي لازم تبقى مريحة قوي على السلك اللي بعديها. عشان ما تبقاش عاملة فرق اهو كده.
وابتدي اخد السلك بتاعي وانقل على الدايرة اللي بعدها بنفس الشكل اهو. اخش جوه شوية عشان السلك بتاعي يبقى مظبوط. هاخد لفة لان انا عايزه السلك بتاعي يبقى جاي من فوق زي ما اتفقنا دايما في شغلنا، السلك يبقى جاي من فوق. طالما بركب حجر ما ينفعش اخده من تحت، بطلع بيه اثبته كمان مره، الحاجات دي مهمه قوي، واركب الحجر اللي بعده. هكمل وارجع لكم تاني بنفس الشكل، هنقل واكمل الحجرين هنا وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، انا كده بس سحبت السلك من هنا، ركبت هنا عادي خالص وركبت هنا. اهم حاجه وانا بركب بس اخلي بالي من الطرف ده لغايه ما اركب عشان ما يروحش ويجي، يبقى عمليه تركيب للحجر وكمان عمليه تثبيت للسلك بتاعي. كده المفروض خلاص انا خلصت، فهثبت بس السلك بتاعي، هلف لفتين عشان اثبت الحجر واقص عادي خالص. الخاتم ده يعني هو بس الفريم زي هي التكة اللي فيه، اللي هي الحركة بتاعت الطرف السلك اللي طالع بيتلف بس بشكل زي زجزاج كده او رايح جاي، هي دي التكة اللي فيه مش اكتر. وطبعا على حسب الحجر. هناك في الخاتم التاني هوريكم الفرق، عشان الخاتم بيضاوي الحجر بيضاوي فكانت النتيجة مختلفة. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو، وكنت حاطه كمان احجام مختلفه، يعني ما كنتش حاطه حجر يعني حجم واحد، هنا كبير وهنا هنا صغير، والالوان مختلفه زي ما انتوا شايفين. ودي النتيجه بتاعتهم اهي. يا رب يكون قدرت اوصل الفكره والمعلومه بشكل بسيط، بسطتها على قد ما اقدر. طبعا بفنش شغلي، بشيل السلك النص ملي الزيادات وبفنش شغلي كويس، ودي النتيجه في الاخر اهو بالشكل ده. نفس النتيجه، يا رب اكون جاوبت على السؤال آية وعملت الخاتم بالشكل اللي يرضيها وتقدر تنفذ الفكرة بيها اهو. متشكرة اول متابعتكم، وان شاء الله نتقابل تانية في ورشة تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، ما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.